معنا من شمال قطاع غزة مراسل العربي إسلام بدر. إسلام، كانت هناك ردود فعل كثيرة وتنديدات ومطالبات بالتحقيقات بعد القصف الإسرائيلي الذي طاول واستهدف منظمة المطبخ المركزي الدولية. لا يمكن فصل الوضع عما يشهده الغزيون بشكل يومي من قصف واستهدافات للمدنيين، للأطباء والمستشفيات، فما الذي سجله هذا اليوم أو الساعات الأخيرة دعنا نقول من فصول هذه المجازر المستمرة؟ مجازر لا تتوقف بطبيعة الحال، والأوضاع الإنسانية مزيدا من طابعها المتفاقم، وبالتأكيد ما كشفت عنه المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء محيطها يوم أمس مع انسحاب قوات الاحتلال أعطى ولو جزءا من المشهد القاتم والسوداوي لواقع الحال في قطاع غزة، وبالتأكيد انقضاء كل يوم يكشف مزيد من الجرائم كما جرى اليوم في مستشفى الشفاء. ربما الأمس كان الانشغال الأساسي هو بتفقد المستشفى والتعرف على حجم الدمار الكبير ومحاولة تفقد الجرحى الذين كانوا محاصرين والاطمئنان على مستقبل المستشفى كمستشفى. بالتأكيد أجوبة كل الأسئلة السابقة كانت سوداوية، فلا المستشفى بقي ولا القطاع الصحي قادر على جبر هذا الكسر الذي نتج عن تدمير أهم مستشفى في قطاع غزة وهو مستشفى الشفاء. اليوم أو الساعات الماضية كانت منشغلة بمحاولة تقييم الأضرار في محيط المستشفى وفي المناطق التي تعرضت للعملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، عملية انتشال الجثامين التي وثقناها جزء من المهمة من المهمات الأساسية التي تقوم بها الإسعاف والطوارئ، وعادة ما يتم البحث والتنقيب عن هؤلاء الشهداء ما بين الأزقة والطرقات وداخل الشقق، لأن الاحتلال يعدم كثير أيضا داخل منازلهم أو في أفنية المنازل وما شابه. وهي في الحقيقة مهمة مضنية وصعبة، لأنها عادة تحتمل أو تشتمل على العثور على بقايا متحللة لجثامين أطفال أو نساء أو رجال، وفي الحقيقة تم العثور على عشرات من الجثامين المتحللة داخل الشفاء وفي محيط الشفاء القريب والبعيد أيضا، لأن الاحتلال كان على ما يبدو يتفنن في عملية القتل للنازحين حتى أولئكم الذين اشترط عليهم الذهاب باتجاه الجنوب من طريق ومسار محدد. وجدت عدد من الجثامين في ذلك المسار الذي قيل لهم إنه آمن، وهذا يعني يكشف حجم القتل العمد الذي كان يمارس ضد الجرحى وضد النازحين. وثقنا أيضا عدد من الجثامين كانت شبه عارية، يعني أن هؤلاء كانوا قد اعتقلوا وتم تعريتهم ثم قيل لهم اذهبوا بطريق كذا وكذا، ومع ذلك تم قنصهم. الحالة التي وثقناها تم قنصها في الرأس، وبالتالي هناك مشاهد من لا زالت تتكشف. وفي الحقيقة هناك قناعة باتت الآن لدى كل من شاهد ما جرى في مستشفى الشفاء ومحيطه بأن أيام لن تكون كافية، بل ستكشف الأيام القادمة مزيد من الوقت سيكون كفيل بكشف جميع فصول المجزرة غير المسبوقة التي ارتكب الاحتلال في مجمع الشفاء ومحيط مجمع الشفاء الطبي. محيط المجمع اليوم تحركنا فيه ونحتاج إلى أيام في الحقيقة لرصد حجم الدمار الكبير والهائل الذي طال المناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ وحي الرمال ومنطقة حي النصر أيضا. هذه المناطق وهذه الشوارع هناك حارات وشوارع كاملة تم نسفها وسويت بالأرض، نتحدث عن عشرات المنازل في كل حيز من هذه المناطق، وبالتالي حجم المجزرة التي ارتكبها الاحتلال خلال أسبوعين في منطقة الشفاء قد لا يكون مسبوقا في أي منطقة أخرى رغم فداحة ما ارتكبه الاحتلال في مناطق أخرى. بالتوازي مع كل ذلك، السؤال الكبير الآن الذي يطرح في غزة هو ماذا بعد تدمير مستشفى الشفاء، وهذا السؤال يتجاوز اليوم ويتجاوز الحرب أيضا إلى ما بعد الحرب، لأن مستشفى الشفاء ليس فقط مستشفى على صعيد مدينة غزة وشمال غزة، لكنه كان يقدم الخدمة لجميع سكان القطاع، كان يحول إليه المرضى من جميع المناطق بما في ذلك رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى، ولا يوجد أي مستشفى، خصوصا أن الاحتلال دمر أكثر من 33 مستشفى في قطاع غزة بالكامل، ولم يتبقى حاليا الآن مستشفى شهداء الأقصى
ومستشفى الأوروبي ومستشفى الكويتي، ثلاثة مستشفيات بين رفح وخان يونس وهي مستشفيات صغيرة. الآن السؤال المطروح هو بعد اغتيال أو إعدام مستشفى الشفاء كما قالت وزارة الصحة، ماذا سيكون مصير ملايين الناس، 2.5 مليون من الناس هنا في قطاع غزة، حول حقهم في الحصول على العلاج في هذه الحرب وحتى في اليوم التالي لهذه الحرب بعد أن فقدت المنظومة الصحية عمود خيمتها، يمكن تسميتها كذلك، مجمع بهذا التاريخ العريق بالخدمات التي قدمها، حتى بالحضور المقاوم كما يوصف، فعلا يفتح ذلك مساحة للتحليل وكثير من الأسئلة التي تنتظر إجابات. شكرا جزيلا لك من شمال قطاع غزة مراسل العربي إسلام بدر.